Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa la umur ismatin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya iwa mursalin. Wa la alihi wa sahbihi jema'in amma ba'du. Aku muhuna uridu an asyraf qalilan an lugatil arabiya. Aqrabu mafhumu li ma'na al-hadara والحياه والتواصل انفتاح على العالم بما يحقق معنى الحاضر وللغة العربية شأن خاص وميزة ظاهرة في وصل العالم بعضه ببعض 18 ديسمبر هو اليوم العالم اللغة العربية اللغة العربية هي اللغة الرسمية في 26 دولة تحتل اللغة العربية مرتبة رابعة في ترتيب اللغات في العالم. اللغة العربية أغنى لغات العالم والناس في البلاد الثانية يتعلمون اللغة العربية لأنها جميلة في غاية الكمال والمرونة. نصف مليار شخص يتحدثون اللغة العربية. 13.3 مليون مفردة للعربية مقابل 600,000 مفردة للإنجليزية. اللغة العربية هي اللغة الواحدة التي تحتوي على حرف الضاد، واللغة العربية تحتوي على 28 حرفا مميزة. بماذا تتميز به اللغة العربية؟ ثراء المفردات ومرونة المترادفات وجمالية الضاد. وما هو واجبنا تجاه اللغة العربية؟ الدفاع عنها والشعور بالفخر والانتماء للغة العربية الفصيحة ثم الحرص عليها، ويكون ذلك بالتحدث بها في كل تعاملاتنا وعلاقاتنا المختلفة، ثم محاربة إشباهها، محاربة اللهجة العامية في حياتنا وحواراتنا المختلفة، ثم الحث على نشرها، ويكون ذلك بالتعريف والنشر والبحث العلمي باللغة العربية. اللغة العربية تجمعنا وهي لغة القرآن الكريم. اللغة العربية أجمل اللغات التي تكلم بها الإنسان، وتوجد كلمات عن اللغة العربية تجسد المعنى العظيم لتلك اللغة التي اخترع الله عز وجل لتكون لغة القرآن العظيم. طيب، أخير الكلام، أريد أن أتمنى لك يوم عربي سعيد. أنا فخور باللغة العربية. هيا بنا نتعلم اللغة العربية، وهيا نتكلم باللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.